من يوم الأحد لحد الآن ما مستلم الوثيقة. قبل يومين استلمتها يقول لي بيها غلط. الوثيقة هسه عم سلمها لحد الآن ما طلعت، ضاعت عندهم. يقول لي بيها غلط، أنا قبل ستة صرت سحبتها، شلون يصدقوا لي هذه إذا بيها غلط؟ يقول اسم أياد أحمد خضر، عندنا موجود خضر، وهنا موجود خضير. شلون يصدقون خضير إذا هو عندهم خضر؟ هاي مصدقة من عندهم. من يوم 18/8 أنا سحبتها من عندهم. هسه اعتمرت يعني يرجعونها يقولون غلط. وأكثرية اللي عايجون هسه بيها غلط على مود توقيع بسيط، على مود حرف رقم 3، ليش ما كاتبها 3 باليد هيجي؟ أبا كاتبها هيجي وعاي رجعونها. 90% من المعاملات عاد ترجع من عندهم، كلها بيها غلط. أنا هاي شلون صدقوها؟ أريد أعرف شلون صدقوها إذا بيها هي غلط؟ هاي قبل 6 أشهر سحبتها، وهسه عاي صار لي من يوم الأحد لحد الآن أنا أنتظر معاملتي رجعوها ويقولوا لي، ولحد الآن هم يقولوا لي بيها غلط. الرسوم يقولون 50,000، ما أعرف وين حتروح. هيستلمون مبالغ ما اعرف، اعداد بالالاف يوميا يصرحون على قناتهم يقولون احنا 3000 معامله انجزنا، بس 3000 معامله عاد تنجز 2500 منها كلها عاد ترجع غلط، 500 بس عايصدقون عليها. شنو السبب ما نعرف. هسه عاد تروح تدحق على الوثائق كلها بيها ينطوك قصاصه معها بيها غلط. واحنا بس اليوم بيدنا مجال، يعني اليوم هذا اخر يوم، اليوم يسد القبول، بعد ماكو قبول. وانا صار لي هاي اسبوعين انا اركض بالمعامله، زخم حيشاك مهذله. الاوراق شوف بيد، يعني الوثائق عتروح تضيع، ما تعرف وين عتروح. 90% من الوثائق ضاعت، ما الصور تعرف الصور على حجه واقفه، حتى تنشل على الصور عايجي لو يلقي وثيقته بدون صوره، الصوره عليها ختم. يعني انت شوف بعينك، شوف الوثائق هم عايسلمونها بيد الخطيه. خلف الله عليهم الجماعه هنا مشكورين، يعني متطوعين من عندهم يقومون يقرون اسامي وحتى صوتهم وقع، جيبوا لهم علاقه استماعه حتى ينادون. هم المفروض عندهم هم كادر، هم يخصصون يوزعون الوثائق. والله العظيم اليوم راح نقدم على الخارج. شفنا ازدحامات، زخم، الطالب يريد رجعت له امل، رجع له امل انه يرجع يكمل دراسته، بس شاف هالازدحامات، شاف هذا الزخم، شاف هذا المماطله من قبل دائره التربيه 2 و ترك امله، ترك هدفه انه هو يريد يرجع يدرس ويحقق هدفه من جديد. تعرف احنا مدينه الموصل مرينا بازمات كثيره، وخصوصا بعمليات التحرير والحرب وتنظيم داعش اللي استغلها 3 سنوات. فالطالب بهاي ال3 سنوات نسى شيء اسمه دراسة. بعد التحرير قرر انه يعني بعد فترة طويلة شاف انه حياة رجعت من جديد. هاي قال ليش انا اقعد، ليش ما اروح ادرس، ليش ما ارجع اقدم خارجي؟ فهاي السنة صادفت يعني انه طلاب عدد كبير قدمت على الخارجي، بس لاقوا شيء كان املهم انه هم يدخلون خارجي يدرسون. اذا الطالب الى حد الان هو ما مكمل الوثيقة مالته، بقاله 15 يوم يمتحن. اي ما الطالب يقدر يمتحن وزاري في 15 يوم؟ ما يقدرون يدخلون حتى على الامتحانات التجريبية، خصوصا ان طلابنا صار لهم فترة متاركين الدراسة لفترة طويلة. وشيء اضافي انه مدارس ماكو، خصوصا مدينة الموصل، يعني المدارس دمرت بالتحرير، دمرت بالحرب، بنى تحتية ماكو اعمار لها. اذا كانت اكو مدارس، خصوصا عندنا مدارس اثرية، دحق على المدرسة مرقعة، يعني هاي المدرسة باكر بعد باكر تروح تقع على الطالب تأذيه. فمدارس ماكو طلاب تمتحن بيها، واغلب المستندات والوثائق كلها اشتعلت بسبب الحرب اللي صار. يعني تروح المدارس ماكو وثائق، ماكو شيء دلائل تدل انه هذا طالب يعود للمدرسة. يعني بغير محافظات اليوم نلاحظ اللي هي المحافظات اللي دمرت اكثر من مدينة الموصل،
احنا ما نقارن المحافظات اندمرت، مدينه الموصل هم منكوبه، ولكن المحافظات ذيك كان تنظيم داعش مستغله اكثر. يعني نشوف اليوم نلاحظ انه ذيك المحافظات رجعت من جديد، رجعوا طلابها، طلاب الخارج يقدمون مثلا اليوم محافظه الرمادي، عندنا عفوا محافظه الانبار، مدينه الرمادي، وعندك صلاح الدين، عندك المحافظات اللي دخلت التنظيم الاخرى. عن لاحظهم عم يرجعون، خصوصا ديالة كلها رجعت، انه حتى الطالب الخارجي من يريد يقدم يخلي له امل انه يرجع يدرس من جديد. بس احنا اليوم على الموصل ما انطونا اي امل للطالب، ها، وخصوصا اليوم احنا نمر بوباء كورونا. يعني اليوم عم نشوف الاف الاعداد حتروح تقدم على الخارج، يعني مدينه او محافظه كامله بنواحيها بقراها تابعه لمدينه الموصل، محافظه كامله ترجع على هذا المركز واحد، مركز الامتحانات. ايش يصير على مركز الامتحانات؟ اليوم اشوف طلاب، الاف الطلاب عاد تجي تقدم على الامتحانات وما عاد تلحق. يعني واشنو نضيف؟ يعني الدائره يقول تروح الدائره يقول لك والله موظفين ما عندي، يابا على عيني وراسي موظفين ما عندك، شو مسوي ابو الدائره؟ راح منطي الوثائق للطلاب، الطلاب يقعدون يطلعون على السواتر مال المدرسه او مال الدائره يقرون اسماء، الطالب ما يعرف يقرا اسم، ما يعرف يوجه، ما يعرف منه هذا. شلون تطيه انت تستند عليه؟ هذا الطالب شال الوثائق راح شعلها راح باعها، ما نعرف احنا. يعني احنا اليوم مطالبنا احنا كطلاب من مدينه الموصل، طلاب اهل الموصل، انطوا فرصه لاهل الموصل، خلوا يرجعون يدرسون، خلي يحققوا مستقبلهم. يعني اليوم بناء ماكو، اعمار ماكو، يعني مدينه الموصل تحتاج الكثير، خصوصا احنا عندنا المدارس. يعني اليوم المدارس لازم نرجع نبنيها ولازم نركز عليها، التعليم مهم واساسي بكل مجتمع وخصوصا مدينه الموصل. يعني عانت ما عانت لمده 3 سنوات من جهل، من تخلف، من حرب. أنا أحد الطلاب اللي قدمت خارجي، هذا صار لي 10 أيام تراوي، وجيان الشباب كلهم يعرفوني، أنا اللي عاد أقرأ الأسامي، رحت يقول لي صورة قيد أول مرة من المدرسة، جبت صورة قيد، بورد درجات جبت، أروح على الفحص امتحاني ما يصدق، قال أطلع على الشهادات، رحت على الشهادات ضابط واقف يهينك، يعني تقدم على شيء حقك تنهان، هذا بالعراق، أنت هذا الحال بالعراق، تجي شرطي هناك، يعني حياة بهدلة صايرة. اللي طلاب هذول المقدمين خارجي كلهم عينهانون، كلهم هسه موظفين جوا طب عليه دق الباب يرجعك ما يستقبلك. هسه هاي المبالغ يقولون العراق ما بيها ميزانية، حبيبي هسه كم طالب صار؟ 100,000 طالب على 50,000، اجمعوا ميزانية الدولة تطلع، الكويت ميزانية ما تطلع بقد الميزانية اللي قدموها الطلاب الخارجي. واحنا نريد من مدير تربية خليه يجي يشوف هاي الحالة. انتخابات قربت وراح تجون تتوسلون بينا كلكم، والله اكسر بطاقه ما انتخب شخص من عندكم. شوف شوف عيني على السياج، شوف هاي، شوف الطلاب، صار لنا 10 ايام، انا من ضمن الناس صار لي 10 ايام، من 3 راحت واليوم خميس ونريد نمددها. انا ما قدم، انا عليه شققت معاملتي كامل ذبيته، بس الخاطر هذول الطلاب. النواب الموصل خليه يمددون، من سائرون الى متحدون الى ائتلاف تيار الحكمه الى الغير وغير وغير، ما نشوفكم بس بالمصلحه اللي منتجون تحتاجونا. وسام النجيفي انت ابن الموصل على اساس اني سويت كيد ومحافظ، احنا ما نريد كل شيء، المحافظ منا وبينا، نريد هو نجم الجبوري يجينا. وشوف هاي الحاله، هاي بعد قليله اتمنى الكاميرا تطب جوا وتصور الاف مو الف الفين نسوانك باب العمر، نسوان نسوان ايش راح ندور رجلين ولا يحترمون نسوان. ايهاب شاب احمد احد طلاب المقدمين الخارجي. الانجليزي
نعم احنا كطلاب نينوى اليوم يعني قدمنا على الخارجي، رحنا تقديمنا الخارجي، روح تعال روتين دمر الطالب، يعني معاناة الطالب، يعني مدارس ماكو، طالب يروح ويرجع المدرسة 4-5 مرات وهاي غلط وهاي صح وطالب يتحملها. أكثر الناس اليوم ما لحقت تقدم على الخارجي بسبب الزخم الموجود. بالنسبة للتباعد اللي سألتني عليه ماكو أي تباعد اجتماعي، وقاية ماكو، كل بس كمامات ماكو، تقريبا وصل 100,000 طالب على التقديم الخارجي من نينوى. التعليم بالعراق عامة وليس بنينوى، بالعراق عامة أنه ماكو تعليم خلاص، يعني أي اهتمام للتعليم والتطور ما بي، مجرد يعني كلام ودي وجيب وأوراق، يعني حبر على ورق، وماكو أي فعل ماكو. مطالبنا احنا نريد الحكومة العراقية تحط عينها على الطالب مثل ما اليابان والدول جاي تتطور وتوصل لمراحل كثيرة، تحط عينها على الطالب، هذا الطالب هو مستقبل البلد، هي لازم احنا نبديها من الطفل إلى الكبير. شلون راح يكبر وقت ما متعلم؟ هسه أكثر هسه بطالع عندنا كثيرة، يعني مطالبنا كثيرة، بناء المدارس، مدارس مهمشة، تربية مهمشة، فاللي نحتاج احنا من الحكومة العراقية تدعم الواقع التربوي، لازم الواقع التربوي ينهض به. رأينا يعني كعراقيين بصراحة ما عاجبنا الوضع، الحكومة ما مهتمة بأي شيء، المواطن العراقي يعني منتهي من ناحية طلبة، صحة، تربية، من كل النواحي. يعني ما اتصور انه الحكومة جادة بهذا الشيء، والطالب معاناة الطالب معاناة يرثى لها. بعد ما فتح التقديم للدراسات الخارجية أنا ما خلصت ثالث متوسط، فرحت قدمت أريد أخلص المتوسطة، فرحت على المديرية واللجنة الخاصة بالامتحانات بالتقديم، شفت فوضى وناس طلاب صاعدة فوق السياج، آلاف الطلاب بالمديرية وناس فايتة بناس، يعني لا وقاية لا تنظيم، ماكو موظفين ماكو، المدير بالنص، زين بنص هاي المجموعة من الطلاب ما يعرف يسوي، لا موظفين، الطلاب نفسهم هم اللي يسلمون الوثائق. فأول يوم اللي رحت كل شيء ما سويت، ظليت بس واقف بنص الازدحام. ثاني يوم رجعت، زين وهاي كلها مصاريف، يعني أطلع خارج الموصل وأرجع للداخل كلها ازدحام، يعني التاكسيات فجاء ثاني هم نفس الحالة، كل شيء ما سويت، بس بنص الازدحام واحد يوديك ايش والاخر يوديك ايش. فرجعت على البيت، المعاملة تلفتها وزتيتها، ما عاد اخذتها، ما عاد اريدها. هم ليش اللي تخرجوا وصاروا وينهم؟ ماكو حتى، يعني هم اللي تخرجوا ما تعينوا، الاف عندنا خريجين وبدون تعيين. فالتعليم محافظة نينوى يعني متدهور جدا إلى أبعد الحدود، يمكن أسوأ محافظة بالتعليم هي محافظة نينوى. يعني اليوم الحياة رجعت لكن التعليم ما رجع. المدارس أكو ب 2021 أكو مدارس طينية، إحنا عندنا مدارس طينية وطلاب تروح بالطين. يعني محافظة نينوى بعد ما تحررت وتحررت باقي المحافظات، أبرزها الرمادي، خلي يشوفون الرمادي شلون رجعت الحياة بيها، شلون رجع التعليم. وأكو مشكلة أخرى اللي هي عدم مشكلة الخارجي هم كذلك تخص التعليم، اللي هم الطلاب اليوم
الطلاب اللي يدرسون الكتروني زين، اول شيء الانترنت ضعيف، والزخم اللي بالقاعه التدريسيه وبالبرنامج التدريسي كل شيء ما تفتهم. اذا تفوت على المحاضره، انا اخوي يفوت محاضره اشوفه من يطب عن طريق البرامج والمنصات التعليميه، كل شيء ما يفهم، نيت ضعيف ويقطع، وهوسه داخل البرنامج، يعني هوسه بال 150 طالب، اذا من كل واحد كلام صارت فوضى وهو منصه. فرغم هذا انه التعليم ركيك بهاي الطريقه، راح يسوون الامتحان واقعي وبالمدارس راح يصير، وهو الطالب كل شيء ما استفاد، ما تعلم، يعني يا اما يغش يا اما يرسب. يعني مطالبنا كمواطنين المحافظه نينوى وكطلاب انه يتحسن التعليم والواقع التعليمي بهاي المحافظه. يعني اليوم الطالب هو اساس، هو يعني المستقبل به، اذا يعني تم تاهيله بصوره صحيحه والتعليم بصوره صحيحه راح يصير مؤثر بالمجتمع، راح يفيد هذا المجتمع، اللي يصير طبيب واللي يصير مهندس هم اساسهم الطلاب. يعني ما اعتقد انه راح ننتج بهاي الفتره يعني ناس ناجحه كمهندسين وكاطباء وكصحفيين. طبعا اليوم زرنا مكان تصديق الشهادات الامتحانات الخارجية، واليوم ننقل لكم طبعا المعنى الحقيقي لكلمة رزالة وإهانة للمواطنين في محافظة نينوى. هذا اللي تشوفوه اليوم تربية نينوى. رسالتنا للسيد يوسف السبعاوي مدير تربية نينوى، يعني تعال شوية كلف نفسك وشوف اللي دا يصير هنا. احنا رحنا زرنا النائب الأول والنائب الثاني لمحافظ نينوى، طالبنا بتمديد فترة التقديم من 14 إلى يوم 20. تم الاتصال طبعا من قبل النائب الأول سيروان الرضبياني للنائب طعمة اللهيبي، والنائب الثاني اتصل أيضا بالنائب محمد تميم، تم الاتصال بوزير، ولكن أبلغونا يعني بالموافقة على التمديد، ولكن لحد الآن ما ندري الفترة ما التمديد. ولكن هاي اللي تشوفوها ورانا هسه، الرزالة والإهانة اللي تشوفوها، طبعا ماكو لا عسكري لا مدني لا امرأة لا شيخ لا كبير لا صغير، قلبه ناس فوق ناس. الانتخابات قربت على الأبواب، الكثير منهم مرشحين، الأخ مدير تربية أيضا مرشح، راح نشوف بهاي الناس هسه اللي عاد تترزل وعاد تنهان هنا بالشارع، وهاي وقفتها بالمطر وبالبرد وبهالترابات هذه، شلون راح تقدر تتفاهم وياهم. طبعا اللي قدموا أكثر من 50,000 لحد الآن. طبعا واحد من المواطنين يقول وصل 80,000، 80,000 اضربه في 50,000 اللي راح يقدمون، طبعا مبالغ طائله. طبعا دائما نتحجج احنا بعدم وجود موازنه، بعدم وجود تخصيصات، بعدم وجود واردات، مشكله المحاضرين، مشكله العقود والى اخره. يعني هاي المبالغ تقدر نعالج بها كثير امور، ولكن وين تروح؟ خلي يطلع استاذ يوسف يوضح لنا الموضوع. انا وحكي ما انت عيني. يلا
بالنسبه للتصديق مال الوثائق، قدمنا التصديق، قدمت الوثيقه مالتي قبل 3 ايام يوم الاحد، ثلاث ايام الوثيقه عندهم. طبعا اروح واجي يوميا معاناه، وعلى اسماء هاي اللي يذيعونها على الحائط، وخلف الله عليهم بعض الاخوه اللي من زملائنا هم اللي يذيعون الاسماء، يعني يستلمون الوثائق اجباري من جوا. اللي عنده منتسب هذا يدخل من الباب ياخذها ويمشي. بعد 3 ايام طلع اسمي ضاربينها اكس، مصدقين الوثيقه، مصدق الوثيقه وتصديق كامل ورسميه الوثيقه. يعني حتى رجعت للمدرسه البارح استغربت المدرسه ليش ضاربينها اكس، نفس الوثيقه وهاي الاكس خاتمها مصدقها ومكملها ضارب اكس. وجبت واحده ثانيه الباحه هم سلمتها، واسد انتظر اسمي ماكو عنده واسطه دا يدخل، يعني احنا كنت واقف يم الشباك، ما عنده واسطه، الشرطي يستلمها وتروح، ما اقول لك ما لك الشغل هذا هو ايه، والعنده واسطه لا دا يستلم، بس احنا ما عندنا واسطه الحمد لله. طبعا اليوم مذله مهزله، لا حرمه لها احترام، لا منتسب لا موظف لا دنيا لا عالمين. 48 الف طالب يوميا يمشي، لا مدير تربيه يجي لا معاون، هاي صار لي اسبوع على شغله وثيقه من مدرسه على مدرسه، من دائرة على دائرة، من تربية على تربية، وبالتالي المدير نفسه المدير العام يقول ما لك وثيقة وماكو شيء منه، وهاي صار لي أسبوع على هاي الحالة. معاناة واحد من ألف. رسوم على كل وصل 50,000 دينار، 50,000 دينار اضربها فيها 48,000 يومية، إيش قد تطلع لك ميزانية حكومة كاملة. يا حبيبي معاناة واحد من آلاف مؤلف، واتمنى تصور صور الناس وباعوا الناس فوق فالحيطان، حتى لا واسطة ما حد ماكو احترام لا الكبير ولا الصغير، لا الحرمة ولا الرجال، واتمنى يصل صوتنا. والله أستاذي العزيز احنا من يوم يومنا معاناة، فحياتنا كلها معاناة. انه بتسألني شنو معاناتك، انا كطالب موصل لي خلينا نقول معاناتي من التحرير لحد الان يوم عن يوم عزيز، من ناحية المدارس ماكو، من ناحية الطرق، من ناحية الدوام، من ناحية الكورونا اللي جانا شيء جديد، من ناحية كل النواحي. فأني كطالب موصل لي كل شيء عاني، من ناحية المال الرزق اللي تروح تقدم على الخارج يريد منك كذا كذا، من ناحية تروح تشتغل، من ناحية يعني شغل ماكو، طرق ماكو، مدارس ماكو، ماكو شيء اللي يشجعك يخليك تروح باتجاه الثقافة، اللي يخليك تتعلم وتدرس وتجر شيء ورا شيء، يعني عترجع شيء نرجع لي ورا، يعني احنا اهل موصل. ف يعني العالم كلها تعرف، والعراقيين واحتمال خارج العراقيين يعرفون معاناة اهل الموصل اللي طلعنا من حرب وطلعنا مدينة منكوبة صارت. ف مع الأسف اللي صار، مع الأسف اللي صار، مع الأسف اللي صار، شغل كله تعبان، كل شيء ما بقى، لا أعمار أكو، لا يعني ماكو شيء يبرد القلب، بالعبارة دا أقولها ماكو شيء يبرد القلب. يوم عن يوم عن ننزل تدريجيا. باقي المحافظات صارت، يعني ما أقول لك صارت اللي بيها مشاكل المحافظات اللي صار بيها التنظيم داعش، تطورت ونضجت وصارت أحسن من قبل داعش. فيعني احنا بعدنا عن نرجع لورا،
فشنو السبب اللي يخلي مدينة الموصل بهذا الشيء؟ وشنو السبب اللي باقي المحافظات اللي هتتقدم؟ كثير ناس كثير عالم يعرفون باقي المحافظات، ما يحتاج انه يشخص المال اللي اخذوه من عندنا، او اللي مال تقصد مال التقديم يعني اللي اخذوه من عندنا، يعني هاي صارت حاليا ميزانيه اللي التربيه، خلينا نقول اللي هي تطلع رواتبهم هاي السنه كلها، فهذي قدام فلوسهم ورواتبهم واصله. والله حجي هذا حجي بكتب تحجي عليهم ما يستحون كلام هاي السنة صورهم شو؟ ما يلحبون كل عمدهم ملحقينهم مثل الجالك وراهم تعال 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 هاي شيء ده عيني قلبي ايه اخوي شيء شيء ده قلبي عادي يتحججون والله رجعون والله اكبر ازدحام والله اكبر